بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين عن حفصة رضي الله عنها كحفصة الله ملكام سرواني ودد الله تنتيزو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه يا الله ملك تنيا يا الله صلاة الناس سلام برسات شوليهون كان يجعل نكو لما قب لما تتنا لما لبس يدرقوت نبر ويجعل يساره لما سوى ذلك قراتشون دقمو كزيو جلال لنقر يدرقوتال رواه أبو داود والترمذي وغيره أبو داود ترمذي ناليلوچم زقبوتال عن أبي هريرة رضي الله عنه كأبو هريرة الله ملكام سراتشون يودد الله تشوننا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا الله ملك تنيا يا الله صلاة الناس سلام برسات شوليهون اندهالو إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم ستلبسونا ودو ستادرقو بك أن يوچاتشو جمرو حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح صحيح حديث أبو داود الترمذي بتككلين يا سند زقبو تال عن أنس رضي الله عنه كأنس الله ملك مسرات شون يودد الله شوننا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منا يا الله ملك تنيا يا الله صلاة الناس سلام برسات شوليهون منا متو منا انقدي حج سرعت كمي فتس أمبات شو بوتا وچست عندو بوتانات فأتى الجمرة فرماها جمرة زند متونا تطروچون ورورو جمرة مالت تطرمي ورور بات بوتانات ثم أتى منزله بمنا ونحر كزام معرف يا بوتاتشو مينا ليمتونا ارد أردو ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن كزام سأقول لميلا جوسو آلوت ودك أني راسك لا جو بكولية تقومو يهنياز كزي جمرة لا جالوت ثم الأيسر كزام بقرا بكول ثم جعل يعطيه الناس كزام لسوتش تقرط أو صقراتشون يساتو جمر متفق عليه بخارينا مسلم تسمام توزق بوتال وفي رواية لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق بليلا زقبا جمران بورورو جيزي اردنا اردنا ناول الحلاق شقه الأيمن لما لا جو كأن يقول ناتشون ستوت فحلقه لا جاتشو ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه كزام أبو طلحة الأنصاريين رضي الله عنه تقرنا سأقراتشون ستوت ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق كزام قراغون ناتشون ستونا لا جالوت فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس لا جاتشو أبو طلحة انترونا بسوّج محل يهنس أقر أكفاف لوالوت كحديثو يمن وصدو قوم نقر عندنيا نبي صلى الله عليه وسلم سأقر سيلا جراسو ككين يقون اندي جمر مدى قومات شو مالتنو كذيب فيت كاسال لفنا شو حديثو جاسنا يهيزو أهونم كين يقوننا شو من اندمي أدرقو عندما يسكدمو بمن بكل بمن لاجتنا سأقرم بما ساتر جمر مالتنا هولتنيا نبي صلى الله عليه وسلم كسولي جو تشلو الله مرت أرغوي فترات جونا جو بس أقرات جو بلابتات جو بتوفتات جو بركة مفلق يالا نقرنا شريعة تصدقو مهونون مالتنا وعن أبي هريرة رضي الله عنه كأبو هريرة الله ملك مسرات جوني ودد الله جونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا الله ملك تنيا يا الله صلاة الناس سلام برسات جوليهون اندهالو من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة بكنوست عند متوجزي كالله بستكر
بحق يمي ملك أملاك يلم ببتشينت لسوم أقاري ليلو سيهون نقسنا بتقلال لي السونات مسقانا ملسو بتشانات السو اللهكو هلو النقر بمادرق لي تشينو يالسو كانت له عدل عشر رقاب السر بارع نتس عندما وطعت أكولي هون اللتال وكتبت له 100 حسنة عندما تو من دايت سقف اللتال ومحيت عنه 100 سيئة عندما تو انجلو تشي مارو اللتال وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي يانكن لسو اسكي مش درس كسيطان ما تبكي هون اللتال ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه السويزوت كمت أو من دابلي ليلا سو كويزو أي مدعم كالسوبلي بزويال سو سيكر وقال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة ملك تنيو قالوا بك أنست عندما توقيزي تراجع على الله نو كمسقانا جمر يالسو حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر وانجلو يرقفال وانجلو اند بحر عرفان كوان بيهون متفق عليه بخارينا مسلم تسمام توزق بوتال عن ثوبان رضي الله عنه كثوبان الله ملك مسراتشون يودد الله تشونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا الله ملك تنيا يا الله صلاتنا سلام برسات شوليهون اندهالو من صلى على جنازة فله قيراط يموت سولي سجد قيراط اللو فإن شهد دفنها فله قيراطان اسكميك أبرك قوية هلت قيراط اللو القيراط مثل أحد يعني قيراط أمسايا عند أهود ترارانو وفي رواية سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القيراط فقال مثل أحد بل إلى زقبا نبي صلى الله عليه وسلم سل قيراط تتيقو عند أهود ترارين ميأكل نوالو أخرجه مسلم مسلم زقبوتال وصلى الله وسلم وبارك على نبينا